سن اليأس وتغير الهرمونات عند المرأة قديش يمكن بيعمل تغيير كتير كبير بحياتها، بس يمكن إذا فعلياً استشارت أخصائي واتبعت الخطوات السليمة والصحيحة. دائماً بيحكي عن الجانب الطبي، بس في جانب آخر أيضاً هو النظام الغذائي أساساً قديش بيلعب دور في تغير هي الهرمونات وضبطها عند النساء. أكيد يعني في مسميات عديدة اليوم لسن اليأس، عن سن الحكمة أو سن الأمل. أكيد هي المشكلة اللي أو فينا نقول مرحلة طبيعية بترافق كل سيدة من عمر 45 لل 55 سنة، أكيد بترافقها كثير من الأعراض والمضاعفات يلي بتختلف شدتها من سيدة لأخرى. أكيد اليوم مشاهدينا نحن رح نركز على موضوع التغذية، لأنه بالرغم من عدم وجود نظام غذائي معين لاتباعه، إلا أنه نحن لازم نعتمد على التغذية السليمة ونمارس بعض الأنشطة البدنية المفيدة. خلونا نحكي أكثر تفاصيل عن هذا الموضوع مع ضيفتنا يلي صارت ضمن الاستوديو، اختصاصية التغذية رغد بتنجاني. يسعد صباحي. صباحك. اهلا وسهلا فيكي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع كثير مهم بهم كل النساء اللي عم يتابعونا، وانا ما بحب اقول سن الياس، سن الحكمه، او هو فعليا سن كثير مهم لكل امراه اساسا فيها تعيش حياتها بطريقه مختلفه، فيها تستغل هيدا الوقت بطريقه كمان مختلفه. بس الهرمونات اساسا عند المراه يعني منذ بلوغها يعني لاخر حياتها بتلعب دور كثير كبير بنظام حياتها وتقلب مزاجها ومشاعرها. بس بالبدايه خلينا نعرف هيدا السن، سن الحكمه شو هو؟ هلا سن الياس او سن الحكمه او سن الامل صار له مسميات كثير. صحيح. هو مرحلة طبيعية عند حياة أي امرأة. بيبدأ بيظهر بين أعمار 45 إلى 50 سنة، بيختلف من امرأة لثانية. بيتمثل إنه المبيضين عند المرأة بتوقفوا عن عملهم، بتنخفض الهرمونات الأنثوية اللي هن البروجستيرون والإستروجين، وبتفوت المرأة بمرحلة ما بتعود بقى قادرة على الإنجاب. هي المرحلة الخبر السيء فيها إنه هي بيكون مترافقة مع أعراض مزعجة على رأسها اللي نحن بنسمعها على طول، هي الهبات الساخنة. صحيح. وبعد ما يمضى فترة كم سنة من هالمرحلة بيصير عند المرأة اللي بكمالة حياتها في قابلية أكثر للإصابة بالأمراض على مستوى القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. على مستوى العظام بيزيد عندها قابلية الإصابة بهشاشة العظام، حتى اكتساب الوزن والإصابة بالسمنة أو البدانة بتزيد عندها بهالعمر. صحيح. لكن الخبر الجيد أنه أنا هالأعراض المزعجة والقابلية للإصابة بالأمراض فيني سيطر عليها بالنظام الحياة الغذائي والرياضي الصحي. يعني فينا نقول انه بهي المرحله بسن الياس بيكون عندنا كثير تغيرات هرمونيه او جسديه. خلينا نوضح المرحله ما قبل سن الياس، كيف ممكن نستعد؟ شو العادات الصحيه اللي نحن لازم نتبعها؟ اكيد. هلا انا بدي اقسم مراحل حياه الامراه اذا بدي استند لسن الياس لثلاث مراحل. اول مرحله بتبدا من عمر المراهقه مرورا بالبلوغ والانجاب وغيره لحتى اوصل لبدايه اضطراب الهرمونات. المرحلة الثانية من بداية اضطراب الهرمونات لحتى يستقر وضع المرأة اللي بياخذ أحيانا من 7 سنين لعشر سنين، طبعا بيختلف من امرأة لثانية، هي اللي حسميها المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بس استقر الوضع لآخر حياة الامرأة. كل مرحلة لها توصيات معينة لحتى أنا أدخل على عمر سن اليأس بأقل أضرار أو إزعاج ممكن. التغيرات اللي بتصير بالنسبه لسن الياس هي محصوره بالمرحله الثانيه والمرحله الثالثه، لكن صحيح. التحضير بيكون من عمر المراهقه. لانه بالعلم التغذيه عندي مقوله كثير شهيره بتقول لاضمن شيخوخه مريحه لازم اشتغل على شيء من ايام المراهقه. حكيتي نقطه كثير مهمه هي التاسيس، يعني من سن المراهقه والتغذيه بتلعب دور، لانه بنعرف في كثير اكلات اساسا بتاثر على صحتنا النفسيه والجسديه. يعني أكيد. مثل ما بيقول لك مثلا انا باكل شوكولا بتعدل مزاجي، في اكلات اخرى كمان بتاثر. طب خلينا نحكي عن اهميه التغذيه يعني من البدايه من سن المراهقه، لانه نحن اساسا هلا الحياه مختلفه. أكيد. يعني المناخ صار مختلف، الحياه مختلفه اللي عم نعيشها، الاكل مختلف، بتحسي حتى الجو بشكل عام صار مختلف عن سابقا. مزبوط. هلا انا اذا مثل ما قلنا قسمنا ثلاث مراحل، رح ابدا بالمرحله الاولى اللي بتبدا من عمر المراهقه. عمر المراهقه اول شيء بيكون لسه عندي نمو، لازم انا تلتزم البنت بهذا العمر بنظام غذائي متكامل، نبتعد عن الحميات الغير مدروسه، لانه بنعرف نحن البنات الصبايا بحبوا بقى يخفضوا وزنهم بهالمرحله. حميات غير مدروسة ممنوعة، الحميات اللي بتركز على غذاء معين وبتنفي الثاني مثل الكيتو وحميات البروتين هي كمان لازم تكون ممنوعة. وفي دايتات قاسية جدا. تمام. فلازم يكون أنا عندي تغذية متكاملة حسب الهرم الغذائي.
إضافة للتركيز على الكالسيوم بشكل كتير كبير. ليش أنا عم بقول هيك شيء؟ لأنه حكينا نحن بعد سن اليأس تزداد قابلية هشاشة العظام، والكثافة العظمية بتتحدد حصرا بعمر المراهقة. إذا مرق عمر المراهقة ما تحددت كثافة عظمية مناسبة، ما عاد قدر عوضها بعد. فكل ما أنا كان عندي كثافة جيدة من عمر المراهقة، كل ما ضمنت أني أنا أستبعد الإصابة بهشاشة العظام. غير التغذية، عندي النشاط الرياضي هو كتير أساسي، وعلى رأسه رفع الأثقال. رجاء رفع الأثقال لا تستثنى منه المرأة. طبعا رفع الأثقال تحت إشراف مدربين رياضيين خبراء بحدود وأوزان معينة. ليش عم بقول رفع الأثقال؟ لأنه بيضمن أربطة ومفاصل وعظام وعضلات قوية بيحمي، إضافة لأنه تمارين رياضية الدورية وخاصة رفع الأثقال بيعزز إنتاج هرمون النمو وبيأخر الشيخوخة بشكل عام قدر الإمكان. تمام. هاي بالنسبة لأول مرحلة. يعني رغد، من خلال حديثك ذكرتي أنه لازم يكون في عنا نظام غذائي وحمية بنفس الوقت للمراهقين ولكبار السن. طيب حكينا نوعا ما عن التغذية الصحيحة أو السليمة اللي لازم السيدة تتبعها بهي المرحلة. لكن اليوم عندنا ممنوعات كمان، شو فينا ننبه اليوم ونحذر الصبايا بهذا الموضوع؟ ممنوعات كيف تقصدي؟ للمراهقين، ممنوعات التغذية. تمام. هلا مثل ما قلنا لازم يكون نظام غذائي متكامل، بعد قدر الامكان عن الوجبات السريعه، عن الامور اللي بتخلها مواد حافظه، مواد هرمونيه زاده، يعني كل شيء مصنع، كل شيء ما هو طبيعي هذا لازم نبتعد عنه. ادويه عشوائيه مثلا لغرض التنحيف او غيره نحن نبتعد عنه، لندخل لبقى مرحله. وفي عندي كمان مرحله ما بس نركز على المراهقه، وقت تمر المراه بمراحل الحمل والانجاب هون بصير عندها فقد كمان بمخزون الجسم من الفيتامينات والمعادن. كيف ممكن نعوض هدول الامور؟ هلا اول شيء خلال الحمل كمان لازم يكون عندي حميات خاصه تضمن ثبات الوزن، لانه كمان ارتفاعه سيء، وبنفس الوقت تضمن تعويض شو عم تفقد المراه. صحيح. وحاليا بصراحه صار في تحت اشراف طبعا اطباء النسائيه نفسهم انه يكون في دائما مكملات غذائيه، يعني بصراحه غذائنا ما عاد يامن كل الحاجات اللي لازم يامن. طيب خلينا نحكي، بما انه عم نقول مكملات غذائيه وغذائنا ما عاد يمكن موجود او كامل، يعني القيمه الغذائيه الكامله له، خلينا نحكي عن نظام غذائي اذا بدنا نقول بسن الحكمه او سن الامل، لانه بنعرف في اكلات كثير معينه لازم بتاثر على هرمونات المراه وضمن المعقول، يعني اليوم ما فيني ضمن الغلاء الاقتصادي الكبير وكلي مكسرات وكلي عسل وكلي لا، بدنا نعرف البدائل يعني اللي هي ممكن تكون متوفره باي بيت اليوم. هلا بمرحله سن اليأس او بنحن نسميها المرحله الثانيه من عمر المراه، حكينا نحن عن موضوع الهبات الساخنه. صحيح. هبات الساخنة هي فجأة ارتفاع حرارة بالجسم بأوقات مختلفة من اليوم، أحيانا أثناء النوم، أحيانا أثناء العمل، وبتسبب إحراج، بيصير بيترافق مع احمرار جلد، تعرق شديد وزيادة ضربات القلب. هالتعرق الشديد بيدخل أحيانا الجسم بمرحلة التجفاف، والتجفاف خطورته كتير كبيرة. ما بقصد أنا إنه جفاف جلد، هو بيؤدي إلى أمراض على مستوى جهاز التناسل الأنثوي، على مستوى الفم والأسنان واللثة، وأمراض مزمنة ثانية. فأول شيء أنا بدي ركز عليه بتغذية المرأة بهالمرحلة هو التعويض السوائل، اللي هو ممكن يكون مجرد أنه أنا تتناول الماء وتشرب الماء وخضار وفواكه. هلأ الأبحاث الجديدة بتقلك كيف لازم يكون نظامها الغذائي يومياً بهالمرحلة. أول شيء لازم تبتعد عن الكربوهيدرات والسكاكر البسيطة، لأنه مثل مثلاً معكرونة أو الشوكولا وهالقصص، لأنه هي ترفع الاستقلاب بشكل سريع بالدم وبتزيد من حدة الهبات الساخنة. اثنين، لازم تركز على البروتينات وعلى مصادر الكلس والفيتامين دي لتأمن الكتلة العضلية والعظمية المنيحة والمزاج الجيد، لأنه الفيتامين دي بيلعب هالدور. تبتعد عن الدهون المشبعة الموجودة باللحم الأحمر والزبدة والسمنة وهدول، لأنه مثل ما قلنا صار ما عادت مثل قبل، صار عندها قابلية للإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم. وأهم شيء تركز على الدهون الغير مشبعة مثل الموجودة بالسمك بالأوميجا 3 وغيره. هلأ كمان بتوقع فيها هي تختار مصدر لكل شيء حكينا ما يكون غالي الثمن، متواجد هذا الشيء. في دراسات بتقول بما انه عم ينخفض الاستروجين بهالمرحله، في عندي شيء اسمه استروجين نباتي موجود بفول الصويا، بذور الكتان، ما له مكلفه لحد الان، يعني اذا ما بدها هي المكسرات الغاليه فيها تشوف بذور الكتان وفول الصويا فيه نسبه عاليه. موجود الاستروجين بالتفاح، موجود بالفواكه، وطبعا يعني بكميات مدروسه تاخذها حسب استشاره التغذيه. لكن كل شيء انا حكيته من هدول لازم يتم تناولهم قبل الساعة 6 مساء. يعني يفضل هون انه نحن نفوت بشيء اسمه صيام متقطع. بعد الساعة 6 ما تقعد تتناول التغذية، ما يعود في ضغط على الأمعاء،
بتتجه للاعشاب المهدئه، لانه اذا في ضغط على الامعاء اثناء النوم راح يزيد من الهبات الساخنه. يعني مفيده هي الاعشاب اليوم لحتى اذا بنحاول نخفف من هي الاعراض اللي ممكن تظهر. فعلا في كثير سيدات اليوم بنشوفهم بيلجؤوا للطب البديل او التكميلي من خلال الاعشاب الطبيعيه، هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح، وقت انا اروح عليه بطريقه مدروسه واستشير مختصين. هلا في اعشاب هي مثلا مثل البابونج، مثل الزهورات المليسه، ما فيها مواد تؤثر على الهرمونات او شيء، هي مجرد بتهدئ الاعصاب. بس مثلا انا عندي اعشاب مثل المريميه وهالامور فيها شيء بيشبه هرمونات الانسان. هون يفضل يكون في استشاره لناس مختصين قبل. طب خلينا نحكي عن الاخطاء الشائعه اللي بتقع فيها كل امراه بهي المرحله، يعني ممكن احيانا هي بتقوم باشياء مفكره انه هي اشياء ايجابيه ان كان من خلال نظام غذائي او رياضه معينه. تمام. شو الاخطاء الشائعه اللي انت بتشوفيها يجب الوقوف عندها؟ هلا الخطأ الأول أو المعتقد الأساسي الأول اللي بدخل المرأة بأمور ممكن تأثر على نفسيتها أو على صحتها، أنا برأيي هو نفسي قبل ما يكون غذائي. يعني لازم يكون عندنا تحضير بالمجتمع وبالعائلة وبأي مكان نفسياً، إنه هاي المرحلة هي ما لا نهاية لحياة الأنثى، وبالعكس هي مرحلة كثير مهمة. ونحن بنشوف هلا ناس بقطعوا سن اليأس ولسه مظهرهم ببين كأنه صبايا يعني. فالخطأ الشائع الأول إنه أنا ما يكون عندي أفكار خاطئة عن المرحلة. اثنين، ما يكون في مثلا تقليد لحدا مثلا تناول دواء هرموني معين وارتاح عليه فيروح الشخص يقلد غيره. لازم دائما يكون في رجوع لطبيب أو لاستشاري، لأنه كل جسم بيختلف عن الآخر. مثل ما قلت الأعشاب تتاخذ بشكل عشوائي، أو حتى اللي حكيت عنه مصادر الأستروجين النباتي فول الصويا وهيك، إذا تاخذوا بكميات كبيرة ممكن أحيانا يسببوا أمراض سرطانية. فدائما يكون في استشاره ويكون في توعيه. طيب الهرمونات البديله، يعني بنعرف كل نساء ممكن بهيدا العمر تاخذ ادويه بيقول لك هيدا هرمون بديل، كمان قديش بياثر؟ قديش فعليا هو له فوائد ايجابيه على المراه ولا ما كثير؟ الحقيقه هذا الموضوع طبي بحت، يعني هذا يفضل يكون في اتفاق او نظره من طبيب النسائي الخاص بهالامراه، يكون في تحاليل معينه، يكون في مراقبه معينه ليشوف اذا بناسبها او لا. ابحاث بتقول لك او ناس بيقولوا لك صار في استفاده او في احيانا بيكون في اضرار. تمام، دائما الاستشاره والوعي هو اللي بينجينا من اي خطا. اكيد. يعني ممكن كمان من المشاكل اللي بتتعرض للسيده بسن الياس بيصير عندها زياده كبيره بالوزن، اليوم نحن كيف قادرين نتخلص من هالمشكله؟ كيف قادرين نضبطها؟ تمام. هلا هي المشكلة بتظهر بعد استقرار، يعني قطع سن اليأس ودخول المرأة بمرحلة ما عاد عندها القدرة على الإنجاب. هون بيصير عندي زيادة بقابلية اكتساب الوزن. أهم شيء أنا مثل ما قلت بعد عن الدهون المشبعة، هي بتصير نظام حياة دائم، يعني تركز على الدهون الغير المشبعة، الرياضة بشكل دوري بما يناسب صحة المرأة نفسها، هذا كمان كتير مهم. وإذا هي مثلا بمرحلة سن اليأس تعودت على النظام الغذائي الصيام المتقطع اللي حكينا عليه، إنه بعد 6 أو 7 مساء ما يعود في تناول الوجبات، هذا كثير ممكن يريحها بعدين. ذكرتي خلال حديثك قديش مهم فعليا نركز على الغذاء السليم من خلال تناول الخضروات والفواكه. بنعرف نحن الخضروات والفواكه موسميه، وفي كمان خضروات وفواكه بيعطوها هرمونات، قديش مهم تركز على هي النقطه الامراه انه تاكل هي فعليا نقول الخضره الموسميه، لانه هلا ما عاد تعرفي الخيارات الاصح. تمام. يعني وفعليا في نسبه هرمونات عاليه تمنح للخضروات والفواكه اليوم. هذا الشيء اول شيء بنقدر نحن اذا بنبحث بنشوف مثلا هذا الموسم شو الخضره اللي بتكون بيقولوا لها بلديه او هي نازله بوقتها، هي كمان بترجع لخبره الشخص نفسه. المكان اللي عم نشتري منه كمان بيبين معنا، يعني هي بترجع لخبره. بتاثر يعني الخضره بتاثر مو بس على الانثى بمرحله سن الياس، بتاثر حتى وخاصه بشكل كبير على الاطفال بمرحله النمو. طبعا هذا الشيء بيكون كثير ضار، وهي الهرمونات متواجده مو بس بالخضار والفواكه، لا متواجده بالدواجن، باللحم للاسف، لحم بالبيض بهذا. فدائما لازم نختار نحن المصدر، ودائما الاطلاع والقراءه، واذا ما عندنا قدره على الاطلاع نسال ناس خبيره بيكون كثير منيح. صحيح. تمام. يعني بالختام خلينا هيك نعطي شويه نصائح للمراه لما بتدخل بسن الياس. تمام. هلا انا دائما نصيحتي الاوليه، وهي الطب دائما بيتفق عليها، انه الوقايه خير من قطار علاج مثل ما بنقول. التوعيه النفسيه كثير مهمه لهذا الموضوع، التاسيس الصح على الناحيه بدءا من المستوى الغذائي والرياضي من عمر المراهقه وصولا لمرحله سن الياس كثير مهم،
وما بعد دائما يكون عندي نظام حياة. نظام الحياة كثير مهم على المستوى الرياضي والغذائي، بيخلي الامرأة تدخل بهالمرحلة وهي مرتاحة وتعيش ما بعدها وهي كمان مرتاحة. واهم شيء يكون عندي بالمرحلة الأخيرة اللي بعد سن اليأس مراقبة صحية دورية لصحة العظام والجهاز التناسل الأنثوي والهرمونات ومعادن الجسم بشكل عام. وهذا ما بيكمل كله إلا بالدعم العائلي. أكيد. أكيد. يعني الحالة النفسية بتأثر بشكل كتير كبير، لازم يكون في وعي كتير كبير من قبل المجتمع المحيط للمرأة، لأنه بنعرف قديش هيدا بيأثر على نفسيتها. بالختام أكيد بدنا نشكرك أخصائية التغذية رغد بتنجاني على وجودك معنا، ودائما معلومات قيمة بحضورك. شكرا كثير. شكرا كثير لك يا رغد، نورتي صباحنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك.